أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا الحدث اللي راح يصير يوم 19 يوم الثلاثاء هو انتقال الشمس من الدلو من الجدي للدلو وطبعا بما أنه معروف أنه الفترة هاي هي صعبة جدا كانت على آخر مواليد الجدي وعلى مواليد الدلو تحديدا وبداية برج الحوت بلش يضغط يشعر ببعض الضغط فهو بسبب تحركات الشمس دائما الشمس لما بتكون موجودة بالبرج اللي قبلك فهو بكون تعب عليك لأنه هذا اسمه بيت المتاعب فبما أنه الشمس الآن موجودة بالجدي ورح تنتقل فهذا يعني أنه الشمس غطت كل مواليد الجدي يوم 19 واحد بتكون أنهت مهمتها وانتقلت لبرج الدلو فبدأت المرحلة الجديدة أو ولادة العام الجديد لمواليد برج الدلو فعشان هيك بنقول لك كل مواليد برج الدلو كل عام وأنتم بكل خير طبعا انتقال الشمس رح يكون يوم الثلاثاء 19 واحد رح تنتقل الشمس لبرج الدلو رح تمكث فيه حتى يعني ساعة ما قبل ظهر يوم 18 اثنين هاي الفترة هي الفترة اللي كل يوم بيجي فيها مول مولود أو عيد ميلاد مولود من مواليد برج الدلو ببلش يشعر أنه الأوضاع بلشت تتحسن معاه بشكل أفضل يعني بشكل تصاعدي وخاصة لما القمر يكون موجود في برج مناسب لإله أو برج حليف له اللي هي الأبراج الهوائية أو الأبراج النارية عشان هيك الآن بلشت المرحلة الجديدة لمواليد برج الدلو في احتياطات لبعض مواليد الابراج في اشياء ايجابيه راح تاثر عليهم هذا الانتقال كل برج على حسب ايش الشمس بتعني له راح نذكرها في طبعا بالترتيب راح يشعروا مواليد برج الدلو بتحسن بطرق على صحتهم تدريجيا بعد ان اجتازوا فتره غير مريحه في هذا الاتجاه بصوره عامه وجود الشمس في برج الدلو بتترك اثر ايجابي على مواليد الابراج الهوائيه والناريه زي الجوزاء، الميزان، الحمل، الاسد اضعفهم، القوس، طبعا رح نحكي ليش الاسد اضعفهم. اكثر الابراج عرضه للمتاعب الصحيه واللي بدهم ينتبهوا خلال هذا الشهر هم مواليد برج الحوت ومواليد برج العذراء، الحوت لانه بيت متاعبهم، والعذراء لانه هذا يعتبر بيت له علاقه بالصحه بيت السادس لإلهم والاسد ليش احنا حكينا انه بدهم يديروا بالهم هو برج حليف وقوي لإله بيساعدوا على الارتباط على الزواج على الشراكه على الاشياء هاي ولكن هو مقابلهم فبسحب من طاقتهم لدرجه انه بكونوا عرضه للتعب الصحي وبرضه بكون ما عندهم نفس او رغبه لاجراء بعض الامور بصيبهم نوع من انواع الملل لوجود الشمس في الدلو تأثير ملحوظ على كافة مواليد الأبراج فيما يلي أبرز التأثيرات لكل برج طبعا بدكم تركزوا لأنه هاي تعتبر توقعات شهر إذا أنت بتركزوا لأنه الشمس هي اللي يعتمد عليها في توقعات الشهر فبتركزوا أنا ليش صرت أفصل الحلقات هاي عشان تستفيدوا كأنك بتعرف توقعات شهرك إيش الشهر هذا بده يركز على إيش تحديداً فبما انه الدلو راح يكون الشمس راح تكون موجوده في الدلو فراح يكون تاثير متغير لكل برج فبنبدا مع الحمل برج الحمل بينشطوا اجتماعيا الفترة هاي بصير عندهم نشاط اجتماعي عالي دعوات حفلات مناسبات زيارات اختلاطات اجتماعية وممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد وممكن بعض الأصدقاء يساندوهم أو يساعدوهم في بعض الأمور برج الثور بيستفيدوا في مجال العمل وخاصة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب بعمل جديد واللي بيعمل بيعزز علاقته بالمسؤولين فترة إيجابية وهذا يعتبر بالنسبة لإلهم بيت السمعة يعني هاي فترة بتمتحن جهوزيتهم يا بترفعهم يا بتنزلهم بدهم يحذروا من مخالفة القوانين وبدهم يحذروا من اي شيء ممكن يشوه سمعتهم، بدهم يكونوا حذرين وبرضه يحتاطوا من مخالفه القوانين. اما بالنسبه لمواليد برج الجوزاء بينشطوا في السفر بالاتصالات البعيده، بامور الهجره، بالاوراق القانونيه، بيستفيدوا التجار في عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك اللي بتابع قضية قضائية الفترة هاي بتكون ممتازة لهم ممكن يحققوا نتائج تكون لصالحهم برج السرطان بيحصلوا على مبالغ هاي المبالغ بتيجي من شراكة أو من تعويض من تأمين من إرث ديون إلهم بتكون مفقودة بحصلوها يعني راح يكون في لصالحهم كثير من الامور اللي لها علاقه بالشؤون الماليه وخصوصا الاموال المشتركه حتى اللي بده قرض الفتره هاي بتكون ممتازه لهاي الامور بس الشرط في الموضوع لا يدينوا حد ولا يكفلوا حد برج الاسد بيعززوا شراكاتهم في العمل والعاطفه ولكن طاقتهم بتكون ضعيفه ممكن يكون في مصالحة تقارب ما بينهم وبين شركائهم لقاء زواج تطوير مرحلة لمرحلة يفكروا بالارتباط عاطفيا وبرضو على الأمور اللي لها علاقة بالعمل إنه يبدوا بشركة أو بعمل مشترك ولكن بدهم ينتبهوا أن طاقتهم ضعيفة فبدهم ينتبهوا إذا شعروا بأي شيء أو عاكات صحية بدهم يراجعوا الأطباء وما يخلوا الأمر مر مرور الكرام بدون التدقيق عليه برج العذراء تتاح الفرصه للي بيبحث عن عمل يعني هي فتره جيده للعمل وبرضو بيعززوا علاقتهم مع الزملاء ولكن بدهم يحذروا من الامور الصحيه يعني اذا شعروا باي توعك صحي او شعروا باي شيء صحي بدهم يراجعوا اطباءهم لان هذا يعتبر بيتهم السادس اللي له علاقه بالصحه صحيح انه بدعمهم على مستوى العمل، بجيب لهم فرص عمل ممتازه وبدعم علاقاتهم مع زملائهم، ولكن صحيا بكونوا باضعف حالاتهم. برج الميزان طبعا هم اكثر المحظوظين راح يكونوا خلال هذا الشهر لانه بيقف الحظ في صفهم عاطفيا وماليا وغراميا، يعني في منهم كثير ممكن يبداوا بعلاقات عاطفيه او يبداوا علاقه عاطفيه او غراميه او خطوبه او يصير في نوع من انواع الارتباطات وفي فرحات كثيره وفي منهم رح يفرحوا لمولود او لاحد لا ابنائهم او مناسبه معينه وهي فرصه برضو مناسبه جدا هذا الشهر للنساء للدخول في الحمل او لعمل علاج له علاقه بالحمل خصوصا اللي بيكون عندهم مشاكل في هذا الامر برج العقرب بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات وبيعززوا الروابط العائليه واللقاءات العائليه والمناسبات العائليه وفي منهم ممكن يا يستاجر بيت يا يرحل يا يرجع من مكان بعيد مثلا مهاجر يرجع على بلده الام او يصير في افراح الها علاقه بالبيت او احداث الها علاقه بالبيت والعائله. فهي فتره ممتازه رغم انه ممكن يكون فيها بعض المتاعب او المشاكل او الخلافات العائليه ولكن اجمالا في اشياء ايجابيه لكم برج القوس طبعا النشاط راح يكون عالي جدا على مستوى التنقلات والسفر القصير على مستوى الدراسه ومنكم ممكن يهتم بشراء اما سياره او اجهزه الكترونيه او كمبيوترات أو أشياء لها علاقة بالهواتف الأجواء جيدة راح يكون في عندكم اتصالات كثيرة وحتى اللي بيشتغلوا في مجالات التجارة الصغرى اللي هي البقالة أو المحلات أو الأشياء هي راح يستفيدوا بشكل كبير الحظ بدعمكم بشكل قوي فحاولوا أنكم تستثمروا أما بالنسبة لمواليد برج الجدي فتتاح الفرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو ممكن يستردوا مال بيعود لهم أو ممكن إنه يجيهم نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات ولكن بدهم يحذروا بالفترة هاي إنه ممكن تتكاثر عليهم بعض المصاريف أو يتطلب منهم دفع بعض الفلوس أو جدولة بعض الأموال أو الأشياء اللي بتكون مطلوبة منهم. برج الدلو طبعا بيبدأ التغيير إيجابي زي ما حكينا في بداية الحلقة في أكثر من مجال ولكن بصورة تدريجية حتى حلول عيد ميلادك، يعني هي فترة زي ما حكينا كل ما أجى عيد ميلاد واحد فيكم بتتغير الأجواء بشكل إيجابي وبتبدأ عامه الجديد اللي ممكن يستفيد منه في كثير من المجالات حتى أمور عاطفية وعملية ومالية. وأخيراً برج الحوت هم أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا على صحتهم لأنه ممكن يجتازوا فترة غير مريحة نفسيا وجسديا طبعا هاي كل سنة بنفس الموعد هذا بمروا بنفس الشيء وكل الأبراج لما بكون القمر قبلهم الشمس قبلهم أو القمر قبلهم أو أي كوكب قبلهم هذا اسمه بيت متاعبهم بشعروا بنوع من أنواع الضغط ولكن هذه الشمس اللي بتغربل خلال هذا الشهر كل الاحداث لسنه كامله فممكن تلغي اشخاص او تلغي اتفاقات او تلغي تعاملات وتبدا عامك الجديد اللي هي مع بدايه عيد ميلادك فهي فتره رغم صعوبتها ورغم ضغطها عليك الا انه هي فتره مهمه لانه هي بتنقل معك الملفات او ايش اللي انت بدك تعمله من مهام خلال العام القادم فعشان هيك حاولوا انكم تضبطوا اعصابكم وتراقبوا صحتكم وما في داعي للانفعالات وما في داعي للوسواس انه الحظ تخلى عنك والفترة صعبة هي فترة راح تكون صعبة ولكن ان شاء الله انها بتمر على خير وسلام وبرضه بتكون فيها نتائج وانجازات لصالحكم باذن الله تعالى هيك بنكون انتهينا من حلقتنا عن انتقال الشمس والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء